السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد دوزتي الزمن الجميل اللي كنظن ان اي سيده كتحماق عليها، وهي حلوه البوق ديال الامهات ديالنا. كتجي لذيذه بزاف بزاف ورطبه والمذاق يا سلام. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. دوزوا المقادير والطريقه. فغادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخدم فيه، وغادي ندير فيه 125 غرام ديال الزبده. وبالنسبه لهاد البتي فوغ البنات راه خدمته بالزبده اللي كنت وجدت معكم في القناه ديال البيت. فدرت 125 غرام منها ودرت بها وزدت عليها كاس ديال السكر الثقيل. غادي نغربلو فوق الزبده باش ما يبقاش ليا مكور. غادي نخدمو مع الزبده حتى تولي غامولية ولا منسجمه مع السكر كلاصي. غير يدوب ليا السكر كلاصي مع الزبده. هنا كيف كتشوفوا انا خدمت غير بسباتول. ممكن ديروا يديكم كيف ممكن ديروا الطراب الكهربائي، ولكن راه ملي كتكون الزبده في درجه حراره المطبخ كتكون ساهله اننا نوجدوه. ها انتم كيف كتشوفوها، هي رطابت لي الزبده مع السكر كلاصي. فدابا غادي نولي نضيف ليها ثلاثه المعالق كبار ديال زيت المائده. كيف قلت لكم اللي بغات كميه كثيره معلها الا الضعف المقادير. عوض 125 غرام ديال الزبده غديروا 250 غرام. غادي نضيف ليها بيضه وغادي نخلط هذيك البيضه هي والزيت مع الزبده والسكر. عرفتوا كتجي رطبه رطبه والمذاق ديالها غزال بزاف بزاف. ممكن الا بغيتوا تنسموها، انا ما درت فيها والو، ولكن نتوما الا بغيتوا تنسموها بالنافع نسموها. بغيتو تزيدو فيها زنجلان داخل زيدو فيها. انا خليتها غير عاديه، جات بحال بتي فوغ ديال الباتيسريات. هنا غادي انا نسمتها غير بالفاني. درت واحد المعلقه صغيره ديال السكر فاني. انا عندي بودره، نتوما ممكن ديروا جوج كيس ديال السكر فاني او الروح ديال الفاني باش تجي ديك النسمه بارزه وباينه. غادي نخدم شويه صافي وغادي نبدا نضيف باقي المكونات. راه يعني ما كاملاش ربع ساعه تتخدميها وصافي، وهي واجده ديريها طيب يعني كتوجد بسرعه. دابا غادي نحيد السباتول وغادي نخدم بيدي لانني غادي نضيف النواشف باش نلمس العجين نعرف شحال غتدخل ليا ديال كميه الدقيق. هنا غادي نضيف واحد ثلاثه المعالق كبار ديال النشا او لا مايزينا، هي اللي كتخليها تجي ليا ديك الرطوبيه. نص كيس ديال خميره الحلوى، انا راه كنت مستخدمه هذا الكيس يعني خدامه بنص كيس وبقى نص كيس الاخر. درت نص كيس ديال خميره الحلوى وغادي نبدا نضيف الطحين بالتدريج. فبالنسبه لكميه الطحين اللي غتدخل ليا هاد العجين ما بين 350 غرام حتى ل 400، يعني ما تفوتوش الماكسيم 400 غرام، ما تفوتوهاش. داكشي علاش قلت لكم الا بغيتوا تضاعفوا المقادير ضاعفوها، وراه هي يعني زوينه بزاف انك توجديها في البيت هكا للوليدات. فما خصكمش تفوتوا كميه ديال الطحين باش تخرج ليا من البوق بسرعه، يعني بسهوله ماشي بسرعه، بسهوله وما نلقاش مشكل. فغادي نبقى ندخل في الكميه ديال الطحين حتى نوصل لا تيكستور ديال العجين اللي باغيه، واللي هي قلت لكم راه ما تفوتوش 400 غرام ديال الطحين. فهنا كيف كتشوفوا كنبقى نخدم فيها وغير برؤوس الاصابع، ما درلكوهاش البنات. كتشوفوا انا راه دايره غير صبعاني صافي. هنا كنظن ان القوام المطلوب وصلت ليه اللي هو هذا، فما غاديش نولي نزيد نضيف الطحين. صافي مباشره غادي نديرها في البوش ديال الحلوه مع الراس ديال البوق وكنديرها فيه. وشوفوا كتخرج بسهوله، نشكلها اصابع
ومن بعد ما نسالي الاصابع غادي نشكلها دوائر بحال هكا على شكل وريضات، وغادي الفران في هذا الاثناء راه تيسخن على 160 درجه من الفوق ومن التحت. مجرد ما نسالي التشكيل ديال البتي فوغ ديالنا غادي ندخلها يعني غندخلها الفران، وهذا هو الشكل ديالها. غادي ندخلها الطيب على 160 درجة من الفوق ومن التحت، يعني ما نفوتوش 160 درجة باش تطيب لينا كاملة ويجي اللون ديالها موحد وتجي محمرة وذهبية. هنا من بعد ما خرجتها من الفران فهذا هو الشكل ديالها مني خرجتها من الفران، فكيجي لون ذهبي وزوينة بزاف بزاف. غادي نخليها حتى تبرد وغادي نبدا نزين فيها. فهانتو كيف كتشوفوا راه كتجي اللون كيف الفوق كيف التحت، كيف قلت لكم ما تفوتوش 160 درجه. فبالنسبه لهاد الوريضات غادي نعمرهم بالكونفيتور. نتوما ديروا الشوكولات، ديروا اللي بغيتو غير باش ياكلوها الوليدات وتعجبهم هي اصلا. والله الا راه تكالت لي انا في يومين ما بقاش هاد الكميه، عوض يمشيو يشريو لي بيسكوي فبقاو كياكلوها غير هي. فكنعمر هذوك الوريضات بالكونفيتور، وغادي ناخذ هذوك اللي درتهم على الطوال على شكل اصابع. خديت شويه ديال الشوكولات اللي ذوبته مع شويه ديال الحليب اولا لا كريم فريش اللي عندكم، ولا غير ذوبي الشوكولاط وديري فيه واحد المعلقه ديال الزيت صافي راها كافيه. فغادي ناخذهم، ها هو ذوبت الشوكولاط وغادي نغطس فيه غير الراس ديال البتي فوغ ديالنا صافي. وغنبقى على هاد المنوال حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، نخليها حتى وكانت تبرد وغادي نوريها لكم في الشكل النهائي ديالها كيف كتجي رائعه بزاف. غير جربوها للوليدات ديالكم وهكا حتى تصيبي واحد السطيل وتخليه في الدار، لا جا شي حد على غفله كتلقيه عندك. يعني هي والغريبه البهله والفقاس دائما يكونوا في الدار، وحتى شي شكيل كاع داك دوازتاي اللي تخرجي منه بزاف الاشكال وقت اللي جا عندك شي حد على غفله تلقاي ما تحطي. فنتمنى فيديو اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوها لانها فعلا لذيذه مقرمشه وبنينه وكتحمر الوجه وغادي تعجبكم بزاف. نتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.